بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله لحمة الراس. عندنا حلة على نار عالية هنحط فيها معلقة صغيرة سمنة، وبعد ما السمنة تسخن معانا قوي هنحط فيها لحمة الراس. عندنا كيلو لحمة راس نقعينه في مية وملح وخل وليمون وشاطفينه كويس، وهنشوح اللحمة كويس من كل الجهات. وبعد ما تتشوح معانا كويس وتاخد لون هنحط عليها بصلة كبيرة مبشورة والملح والفلفل وتلات ورقات لورا، وهنقلبها وهنغطيها بالمية ونغطيها ونسيبها على نار متوسطة لحد ما تستوي معانا. وخلاص كده اللحمة استوت معانا، وبعد ما تستوي هنقطعها مكعبات متوسطة بالشكل ده. بعد كده عندنا طاسة على نار متوسطة فيها معلقتين كبار زيت، وأول ما الزيت يسخن معانا هنحط بصلة متوسطة متقطعة صغير وهنقلبها لحد ما تدبل معانا، وهنحط عليها سنة ملح وسنة فلفل. بعد كده هنحط 3 فصوص ثوم مفرومين. بعد كده هنحط اللحمة وهنقلبها كويس، وهنحط عليها نص كوباية شوربة من اللي سلقنا فيها اللحمة، وهنقلبها حوالي 3 دقايق بحيث تاخد الطعم ويبقى فيها صوص. وهي خلاص كده خلصت معانا. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا.